مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الحياة، سلام المسيح يملأ قلوبكم. بداية وقبل كل شيء، اسمحوا لي أن أبارك للكنيسة في كل مكان على شهدائها الجدد، وأصلي أن يمنح المسيح سلامه الذي يفوق كل عقل لأهالي الشهداء، وعلى الأخص الأمهات والآباء. أحبائي، دعوني أرحب وإياكم بضيفي الدائم لهذا البرنامج، زوجي الأخ وحيد. أخ وحيد، أهلا وسهلا بك. أهلا أخت فدوى، وأهلا بكل الأحباء المشاهدين أينما كانوا. الرب يبارك حياة الجميع. أخ وحيد، كان عندك كلمة عاوز تقولها للمشاهدين. نعم، بداية أحب أن أقول كلمة بخصوص الأحداث الأخيرة، إذا كان في العراق أو في مصر. قديما وحديثا أحب أن أقول أن الكتاب المقدس علمنا أن نقول دائما أن لنا رجاء في السماء، وتعلمنا أن الكنيسة تحتفل باستشهاد الشهداء. يعني الكنيسة دائما حينما يكون هناك يوم يستشهد فيه شخص، كل يوم يقرأ في الكنيسة، تحتفل الكنيسة اليوم باستشهاد فلان، يوم عيد، يوم عيد. فإذا الاستشهاد هو عيد، لأن الشهيد ينتقل من حالة أرضية إلى حالة سماوية، إلى حالة المجد والكمال الأبدي. هذا بداية. أما الأمر الآخر فأقول للأحباء المسلمين، البعض وليس الكل، لماذا لا تتعلموا أن تحلوا أموركم بالحوار والنقاش والكلمة؟ خاصة أنكم تقولون أن في قرآنكم هناك نص يقول تعالوا إلى كلمة سواء. فلماذا أنتم تختلفون عن كل العالم؟ لماذا كل العالم يعرف أن يحاور ويتكلم؟ وهنا أنا لا أعني كل الأحباء المسلمين، لأننا لاحظنا أنه بعد الأحداث الأخيرة، إن كان في العراق أو في مصر، أن كثير من عقلاء المسلمين بدأوا يتساءلون، لماذا يحدث هذا في الإسلام؟ ولماذا نحل أمورنا بهذه الطريقة العنيفة؟ فبالتالي ما حدث وقدموا الإسلام بهذه الطريقة العنيفة للعالم كله، أصبح حتى المسلمين يتساءلون لماذا نقدم الإسلام بهذا الشكل. أما إلى أحباء المسيحيين فأقول أننا كأمة، إذا جاز لنا التعبير، أمة مسيحية، نحتاج إلى توبة جماعية. سامحوني في هذا التعبير، ولكن هذه حقيقة أقولها بداية. أبدأ بنفسي، أننا نحتاج إلى رجوع إلى الله، العودة إلى الله، العودة بكل القلب، كقلب واحد نعود جميعنا إلى الرب يسوع المسيح. فرصة جميلة أن نرجع، كما قال الرب الإله، ارجعوا إلي أرجع إليكم. أخيرا أحب أن أذكر الأحباء المشاهدين بأننا في هذا البرنامج كرسنا كل يوم أربع. إحنا حنصوم وحنصلي كل يوم أربع خصيصا لهذه الخدمة وللأحداث التي تحدث في العالم. فإذا أحببت أن تشاركنا عزيزي المشاهد، شاركنا يوم الأربعاء صوم وصلاة من أجل الخدمة، من أجل كل ما يحدث حولنا وفي منطقتنا العربية. نحاول أن نقدم الحب المسيحي حتى للذين جرحونا وللذين أهانونا، لأن المسيح جرح من قبل وصلب من أجل أحبائه. فإذن إذا أردت أن تشاركنا، تشجع واكتب لنا على الإيميلات التي ستظهر في صدر البرنامج، اكتب لنا أنك ستشاركنا، حتى وإن كنت لا تريد أن تكتب اسمك، مجرد حروف، اكتب أنك ستشاركنا هذا اليوم صوم وصلاة كل يوم أربع بصورة مستمرة. ربي يبارك حياتكم وأشكرك لأجل هذه الفرصة. شكرا لك يا أخ وحيد. أعود لكم مشاهدينا وأرحب بكم معنا في أول حلقة من حلقات برنامجنا الجديد الدليل. نلتقي فيه معكم يوم الاثنين من كل أسبوع في مثل هذا الوقت. مدة البرنامج ستكون ساعة ونصف. سنبدأ في أخذ مكالماتكم بعد حوالي نصف ساعة من الآن. يمكنكم الاتصال على الأرقام التي ستظهر على الشاشة. كذلك نتوقع أن تراسلونا على الإيميل الخاص بالبرنامج الدليل.tv، ولا تنسوا خاصية أنا أشارك في الحلقات القادمة. وأخيرا، موقع البرنامج على الإنترنت وسيظهر الآن على الشاشة. نحن في انتظار مشاركاتكم الكريمة. مشاهدينا، موضوعنا اليوم سيكون عن شجرة السقوط، ولمدى أهمية وخطورة الموضوع
سنحتاج ربما إلى عدة حلقات نناقش فيها كل جوانب الموضوع في العقائد الثلاث حتى نلم بكل كبيرة وصغيرة فيه، وليعرف كل واحد منا طبيعة الأرض التي يقف عليها. وبخصوص الحلقة لدينا سؤال على الـ SMS نتمنى أن تشاركونا. السؤال هو: هل شجرة الخلد من الممكن أن تعطي موت؟ 1- نعم تعطي موت. 2- لا لا تعطي موت. أعود لك أخ وحيد. بداية قبل أن ندخل في موضوعنا، أحب أنك تشارك المشاهدين في البرنامج بتاعنا، يعني الدليل مثلا، ليه اسم الدليل؟ أنت اخترت الدليل. نعم، الدليل في اللغة خاصة اللغة العربية له على الأقل معنيين. الدليل هو يمكن أن يكون شخص، وخاصة الناس اللي هي بتسافر في الصحراء دائما تحتاج إلى دليل يسموه الدليل، اللي بيدلهم على الطرق التي توصل إلى بر الأمان. فأنا اخترت الدليل لأن هناك شخص واحد هو الدليل، شخص الرب يسوع المسيح، له كل المجد في صحراء هذا العالم، هو الوحيد القادر أن يوصلنا إلى شاطئ الأمان ملكوت السماوات. فلذلك اخترت اسم الدليل، هو شخص المسيح له كل المجد بالألف واللام. أيضا في اللغة كلمة الدليل أنك حينما تتكلم تكلم بالدليل، فجيد أننا نتكلم من خلال معونة الرب يسوع المسيح الدليل، وأيضا بمراجع نقدمها إلى الأحباء في كل مكان. طيب البرنامج لو ممكن تدينا فكرة، والمشاهدين طبعا يعني موضوعاته أهدافه. البرنامج بنعمة الرب يسوع سيكون لبه في الدين المقارن. أولا لفت نظري في الفترة الأخيرة، وربما لفت كثير من الباحثين المسيحيين، أن الأحباء المسلمين لا يعرفون شيء عن الكتاب المقدس، لا يعرفون شيء عن العقيدة المسيحية، وكل معرفتهم عن الكتاب المقدس أو المسيحية ما هي إلا معلومات مأخوذة من الشيوخ ربما، أو من منتديات، أو من الشخص الخطأ، لأنه لا يمكن أن نفهم العقيدة من الشخص الخطأ، خاصة أنه لا يستخدم المراجع المسيحية، يعني لا يمسك نص مسيحي ويرجع إلى التفاسير المسيحية، لا هو يفسر هو النص. فبالتالي هذه فرصة جيدة جدا للأحباء المسلمين أن يعرفوا أكثر عن المسيح، عن العقيدة المسيحية من مصادرها المسيحية. هناك نقاط تماس ونقاط التقاء، لكن حينما يلتقي الفكر، بعد ما يلتقي كل يذهب في اتجاه مختلف عن الآخر. فأعتقد سيكون البرنامج بنعمة الرب يسوع فرصة جيدة جدا للباحثين من كل طرف، لأننا لن نعرض مجرد موضوعات كبيرة، احنا بكل بساطة سندخل إلى أعماق النصوص. هدفنا من هذا البرنامج تعليمي، سيكون البرنامج تعليمي في المقام الأول، تعريفي عن العقيدة المسيحية. لذلك سندخل في النصوص ونقدم هذه النصوص من منظور مسيحي أيضا، وفي ذات الوقت بمقارنة مع العقائد الأخرى بنعمة الرب يسوع المسيح. طيب لما بنقول العقائد الأخرى، أنا أعتقد أننا نقصد المسيحية، اليهودية، الإسلام، لأنه ده الثقافة اللي احنا نشأنا فيها واللغة التي نتكلم بها، فمستمعنا يعرف هذه العقائد الثلاث. والمسيحية واليهودية إلى جانب، والإسلام إلى جانب، إلى جانب آخر. طبعا آخر. لأننا الكتاب المقدس هو كتاب واحد، كمسيحيين نؤمن به، وبالتالي ستكون غالبا المقارنة مقارنة الدين بين الكتاب المقدس والقرآن أو المسيحية والإسلام. طيب شجرة السقوط موضوع نعم. الحلقة بتاعتنا، هل هو بهذه الأهمية يعني اللي احنا بنتكلم عنها؟ شجرة السقوط أنا لفت نظري في المقدمة اللي أنت كتبتيها أنه كلمة موضوع خطير. هو فعلا موضوع خطير، موضوع خطير جدا، لأننا نحن نتكلم عن الخطية الأولى التي سقط فيها أول إنسان على وجه التاريخ، جدنا الأول آدم وجدتنا حواء. فبالتالي شجرة السقوط هي التي بنيت عليها فيما بعد عقائد كثيرة. على سبيل المثال في المسيحية بنيت عليها عقيدة الفداء والكفارة، وفي اليهودية بنيت عليها عقيدة الفداء والكفارة أيضا، الذبائح. فإذا نحن أمام الخطية الأولى التي انطلق منها الإنسان ليرتكب عدة خطايا في مواجهة السيد الرب،
وعليها بنيت نصوص كثيرة جدا، وعليها بنيت عقائد بعد ذلك في كل عقيدة. وبالتالي هي من الخطورة، لأننا من خلال البحث لاحظنا أنه بنيت هناك عقائد خاطئة، خاصة إذا ما يعني تقدمنا في البحث في العقيدة الإسلامية حنلاحظ أنه هناك أمور كثيرة بنيت خطأ للأسف على شجرة السقوط، إن جاز لنا التعبير أن نسميها هكذا. طيب لو تقول لنا أنت يعني حتتناول الموضوع من أي زاوية، من أي زوايا؟ نعم، أنا بنعمة الرب يسوع حتناول الموضوع من عدة زوايا. في البداية مبدأ وجود آدم وحواء في الجنة، نجد هذا في العقائد الثلاث. فإذا في خطوط تماسه، لكن خطوط متقاطعة بعد ما تتقابل كل يذهب في اتجاه مختلف تماما عن الآخر. فإذا في وجود في الجنة، هذا عامل مشترك. نلاحظ أيضا أن هناك تحذير من السقوط والأكل من شجرة معينة بذاتها، هذا أيضا نقاط التقاء. نلاحظ بعد ذلك هناك عقوبة، نلاحظ هناك حساب، هناك خروج من الجنة. فإذا كلها نقاط التقاء، ولكن كما ذكرت سابقا تلتقي ثم تفترق ليذهب كل في اتجاه مختلف تماما عن الآخر. طيب ممكن تبدأ لنا المحور الأول؟ نعم، أبدأ بالمحور الأول، وأحب من الأحباء المشاهدين أنهم يتابعونا على الشاشة. في بالنسبة للعقيدة المسيحية، الكتاب المقدس في سفر التكوين الأصحاح 2 والآية 7 و8، وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية، وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. إذن نجد هنا أن السيد الرب خلق آدم، وضعه في جنة عدن، ونفخ في أنفه نسمة حياة. وده الشيء الرائع، أنه هذه نسمة الحياة، الروح التي فينا، هي من القدير، نفخة القدير نفخها في آدم، وبالتالي أصبح آدم مشدودا بصورة مستمرة إلى ذلك الخالق، لأنه نفخة القدير. وبعد ذلك وضعه في جنة عدن. ونلاحظ أن الإنسان بطبعه من ذلك التاريخ بدأ يعني يحاول دائما أن يوجد في معية السيد الرب، ولكن الخطية ربما أبعدته بعيدا. طيب بالنسبة ده بالنسبة للمسيحية. نعم ده بالنسبة نعم ده بالنسبة إلى المسيحية. وبنلاحظ على أنه يعني المكان المتفق عليه جنة عدن، إذن هم معروف المكان، مكان محدد على الأرض. صحيح، على الأرض. الكتاب المقدس حاسم، الكتاب المقدس يحسم الأمور تماما. الكتاب المقدس هنا بيّن أنه جنة عدن في مكان جغرافي بذاته وأسماه عدن، وعدن هو وادي عدينه الواقع بين نهري دجلة والفرات، ووجد حتى ذلك في الحفريات يعني. وليس ذلك فقط، وإنما حدد شرقا، وليس ذلك فقط، وإنما حدد 4 أنهر تسقي جنة عدن: نهر فيشون وجيحون وحداقل والفرات. فالفرات وحداقل في السوريانية هو دجلة، فبالتالي دجلة والفرات من الأنهار التي كانت تسقي جنة عدن. فالكتاب المقدس واضح ويحسم الأمور، الجنة نعم في الأرض في وادي عدينه بين نهري دجلة والفرات، وفي شون وجيحون هما أنهر موجودة أيضا في تلك المنطقة. فإذا واضح أن على الأرض. بالنسبة للإسلام؟ بالنسبة للإسلام الموضوع، دعيني أقرأ في البداية النصوص القرآنية. في سورة البقرة، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. فإذا هذه نقطة التقاء فيها، الله يقول إله القرآن لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. الأكل كتير والشجر كتير جدا. أيضا في سورة أخرى وهي سورة الأعراف، يقول القرآن ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما.
أيضا نلاحظ هنا نفس الفكرة، وضع آدم وحواء في الجنة ليأكل من الجنة. لكن هناك إشكالية. بالنسبة لمكان الجنة في الإسلام هناك إشكالية كبيرة جدا. لا يعرفون الجنة هل هي في السماء أم على الأرض، الجنة التي كان فيها آدم وحواء. تخيلي نحن لا نتكلم عن هل الجنة في السعودية مثلا أم في العراق. لا، نحن نختلف، آسف، هم يختلفون هل الجنة كانت على الأرض أم كانت في السماء. يعني اختلاف السماء من الأرض بكل تأكيد اختلاف كبير ضخم جدا، زي ما في مثل بنقوله يعني ده الفرق زي الفرق بين السماء والأرض. الذي يقول في السماء له مبرراته، والذي يقول على الأرض أيضا له مبررات، والمبررات مأخوذة من المصادر الإسلامية. صحيح، يعني ما فيش مصدر خارجي. لا، خارج كلها الإسلام. مصادر إسلامية، قرآن وربما سنة وتفاسير وما إلى ذلك، يعني أحاديث. طيب، مش غريب أنه بيبقى في أمتين، إذا جاز لنا التعبير، أمتين مختلفتين، الأمة اليهودية والأمة المسيحية، والاثنين يتفقوا على مكان وجود الجنة، والأمة الإسلامية تختلف فيما بينها، علماء. صحيح. علماء الإسلام يختلفوا فيما بينهم على مكان وجود الجنة، هل هي في السماء أو على الأرض. صحيح. يعني غريب. غريب، وربما للذي يقرأ في الإسلام ليس غريبا، لأنه الاختلاف في الإسلام في كل شاردة وواردة، واختلافات كبيرة واختلافات ضخمة يعني مش صغيرة. طيب، بيرجع لإيه يعني الاختلافات دي بترجع لإيه؟ أنا أعتقد في ربما أسباب كثيرة، لكن في سببين. السبب الأول هو عدم وضوح القرآن، يعني القرآن لم يحدد، وسابهم كده يعني اهبطوا منها، فمن يقرأ النص اهبطوا منها، البعض يقول إذن من السماء، والبعض يقول لا، ما هو قيل ليوسف في عصر يوسف اهبطوا مصر، فهل كانوا في السماء عشان يهبطوا إلى مصر مثلا؟ ده من ضمن الأمثلة. فالقرآن لم يحسم الأمور في أمور كثيرة جدا، القرآن لا يعطي الكلام الواضح السليم. فبالتالي ونحن نقارن الآن دين مقارن، كيف الأحباء المسلمون لا تعرفون الجنة هل هي في السماء أم على الأرض، جنة آدم وحواء. يعني نحن لا نتكلم عن أمر بسيط، ده أمر كبير يعني، وبداية الخليقة وبداية التكوين. الأمر الثاني، ما وقع فيه المسلمون أنهم رفضوا الكتب الأولى، رفضوا التوراة، رفضوا الإنجيل، ابتكروا كتابا آخر مناقض تماما للكتاب المقدس، وبالتالي الطبيعي أنه المسلم يتوه، لا يعرف أين الحقيقة. طالما رفضت الأصل المصدر، فبالتالي أنت لست على أرضية صلبة يعني. نعم. طيب، آدم وحواء عملهم إيه كان في الجنة؟ وهذا أيضا جزئية هامة، وأنا بشكرك على السؤال ده، يعني لأنه الكتاب المقدس أيضا حسم هذا الأمر. آدم وحواء في الجنة، ربما البعض يعتقد أنهم خلاص ناس قاعدين في الجنة بيأكلوا ويشربوا خلاص. لا، نلاحظ في الكتاب المقدس في سفر التكوين، وممكن برضو الأحباء المشاهدين يتابعوني، سفر التكوين 2:15، وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. يعني آدم موجود في الجنة ليعمل في الجنة ويحفظ الجنة، وليس ذلك العمل الذي هو العمل الشاق وفيه العرق ليأكل لقمة عيشه، لا، ولكن هذا العمل الإبداعي، هذه حديقته التي يبدع فيها، التي يحافظ عليها. وبالتالي هو حينما خلق قال الرب الإله اثمروا واكسروا واملأوا الأرض. فبالتالي آدم وحواء كان أنهم يكبروا هذه الحديقة، هذه الجنة لنسلهم أيضا، فيعملها ويحفظها. فإذا من بداية الخليقة الإنسان مبدع، منذ بداية الخليقة الإنسان له القدرة على العمل، له القدرة على الحفاظ على الأماكن التي يعيش فيها، وهكذا. هذا إبداع الكتاب المقدس في إظهار الصورة الجيدة التي كان عليها الإنسان الأول. نعم. بالنسبة للإسلام، الإسلام الأمر مختلف، لم نجد في الإسلام أن هناك عمل لآدم في الجنة، ليس هناك تكليف على الإطلاق لآدم في الجنة، فكان يعني آدم يأكل يشرب يعيش يتمتع فقط بالأكل والشرب الذي في الجنة، ليس هناك الإبداع أن يبدع أن يعمل أن يحافظ على مكانه. وبالتالي أعتقد هذه الجزئية أيضا يجب أن تلاحظ ملاحظة أيضا. طيب، هل في الجنة أشجار مميزة؟ يعني شجر كثير.
نعم أشجار مميزة في الجنة. صحيح، وأنا أعتقد يعني كده بدأنا نغوص في صلب الموضوع. أوكي. في الجنة في أشجار كثيرة زي ما ذكرتي، لكن في شجرتين مميزتين، شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر، أو إنجاز لنا التعبير أن نسميها شجرة السقوط أو العصيان أو إلى آخره. فإذا في شجرتين مميزتين في الجنة، شجرة الحياة، شجرة معرفة الخير والشر. طيب قبل ما ندخل للناحية الإسلامية، خلينا ناخذ شجرة الحياة لأنه هي مش موضوعنا، موضوعنا شجرة السقوط. نعم. فكرة بسيطة مختصرة جدا يعني عن شجرة الحياة. شجرة الحياة هي في الجنة شجرة حقيقية، والذي يأكل منها يخلد إلى الأبد إن لم يكن خالد، وهي مباح فيها الأكل. الرب الإله لم يعطي وصية لآدم ولم يقل له لا تأكل من هذه الشجرة، بالعكس قال له من كل شجر الجنة تأكل، أما شجرة معرفة الخير والشر، لأن آدم عنده خلود، فإن أكل من شجرة الحياة لن تضيف له جديد. نعم. ربما في مستقبل الأحداث سنرى بعد أن فقد الخلود كيف تعامل الرب الإله مع آدم وحافظ عليه من أن يأكل من شجرة الحياة. فإذا ملخص بسيط، شجرة الحياة شجرة حقيقية موجودة في جنة عدن، من يأكل منها تعطيه خلودا. طيب إن كانت شجرة الحياة يعني مش هتضيف حاجة جديدة لآدم، وجودها ليه في الجنة؟ وجودها مهم جدا في الجنة شجرة الحياة، لأنه هي سبب رجاء لآدم. آدم بمجرد ما سقط وفقد خلوده، لأن الرب الإله قال له يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. فبمجرد أن سقط آدم في الخطية وفقد خلوده، على الفور اتجهت أنظاره إلى شجرة الحياة ليعيد الخلود مرة أخرى. فالرب الإله حافظ عليه، لا ليس الآن، حتى لا تأكل وتحيا إلى الأبد في حالة الخطية والعصيان، لسه في مرحلة أخرى. فحافظ على آدم وأخرجه زي ما حنشوف يعني خارج الجنة. سبب رجاء بالنسبة له، يعني طبعاً. وجودها حتى وجودها في خطة الله لهدف. لهدف، وهي سبب رجاء لآدم، والرمز والعنوان الكبير للحياة هو الله نفسه، هو الحياة. طيب خلينا ندخل لشجرة السقوط أو شجرة معرفة الخير والشر. نعم. برضو ممكن لو تسمح تدينا فكرة عنها. شجرة معرفة الخير والشر هي الشجرة التي نهى الرب الإله آدم أن يأكل منها، وده موجود في الكتاب المقدس. فهي إذن الشجرة المنهى الأكل منها، آدم وحواء معا. وخليني أقدم النصوص وبعد ذلك نلاحظ بعض الأمور الهامة في هذه النصوص. نعم. بنشوف في سفر التكوين 2:9، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. إحنا أخذنا فكرة عن شجرة الحياة. الحياة. إذن شجرة معرفة الخير والشر هي دي اللي لما سقط فيها آدم وحواء وعصوا الرب الإله، جاز لنا بعد ذلك أن نطلق عليها شجرة العصيان، شجرة الخطية، شجرة السقوط، ولكن الكتاب المقدس أطلق عليها شجرة معرفة الخير والشر. دول الشجرتين. دول الشجرتين المتميزتين في الجنة. شجرة الحياة، شجرة معرفة الخير والشر. نعم. المقابل في الإسلام. المقابل في الإسلام هو شيء غريب جدا، وهنا أنا يعني أنبه الأحباء المسلمين وأقول لهم انتبهوا الفرق الآن، وهو فرق كبير جدا. وللأحباء المسيحيين ربما هذه تعتبر ربما صدمة لهم، لأن يعرفوا أن في القرآن لا يوجد شجرتين. نعم. توجد مجرد شجرة واحدة. خلينا نشوف في سورة طه. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. تخيلي التحذير هنا، وهو تحذير من الشيطان، ليس عن شجرة معرفة الخير والشر، عن شجرة الخلد. طب هو الله مش عايز آدم يخلد؟ أسئلة كثيرة جدا سنخرج بها من هذا النص. خلينا أعطي النص الآخر أيضا لأنه يعني يشترك في ذات الفكرة، في سورة الأعراف 20. وقال ما نهاكما ربكما، وده كلام الشيطان، عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين
أو تكونا من الخالدين. يعني هنا الشيطان يقول لآدم وحواء: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، شجرة الخلد، نعم، اللي هي معادل لها عندنا شجرة الحياة، الخلد الخلود، إلا أن تكونا ملكين، مش عايزكم تكونوا ملكين، أو من الخالدين. فإذا في الإسلام تم اختصار الشجرتين في شجرة واحدة. هل هو خلط؟ خلط في المفهوم؟ خلط في... نعم، هو عدم فهم، هو عدم فهم للشجرتين، هو عدم فهم لطبيعة كل شجرة، عدم فهم للوصية الإلهية، عدم فهم لطبيعة شجرة الحياة أصلا. كيف تكون شجرة الحياة ويمنع آدم أن يأكل منها، شجرة خلود؟ طيب خليني يعني أدخل في حتة تانية. شجرة الخلد في الإسلام، نعم، يعني الله لم يعرف، حسب ما سمعنا الآيات، الله لم يعرف الشجرة، صحيح، لم يقل أنها شجرة خلد أو شجرة حياة أو شجرة معرفة خير وشر. الشيطان هو اللي يعني أطلق الاسم. دي ملحوظة ذكية جدا. تخيلي أنه في القرآن الرب الإله لم يسمي الشجرة، لا يوجد نص قرآني فيه الله قال أن دي اسمها شجرة الخلد. الشيطان هو الذي سمى الشجرة. إذن السؤال: هل هذه التسمية تسمية صحيحة؟ وهل صدق الشيطان في القرآن حينما سمى الشجرة شجرة الخلد؟ وكيف أمر بهذا المقدار وبهذه الخطورة لا يطلق رب القرآن على الشجرة اسمها ويتركها هكذا هذه الشجرة وانتهى الموضوع، مع أنه سمى النملة وسمى البقرة وسمى العنكبوت؟ فشيء غريب أنه شجرة يعني بالأهمية دي تترك بدون صحيح تسمية. صحيح، وسمى أشياء كثيرة لا ربما ليست لها هذه الأهمية، نعم، ولكن عند الأمور الهامة، نعم، يبدأ القرآن في يعني التعتيم. وهنا التعتيم مقصود، لأنه كونه إخفاء شجرة الحياة ومعرفة الخير والشر، نعم، ودمجهم في شجرة واحدة، إذن إخفاء فكرة الفداء، إخفاء فكرة أن آدم خالد. تخيلي في القرآن آدم ليس خالدا، آدم مخلوق ليموت، بينما في المسيحية واليهودية الأمر مختلف، نعم، آدم خلق لكي ما يخلد ويعيش. طيب سؤال في الحتة دي، يعني آدم، إحنا في المسيحية وفي اليهودية طبعا، نعم، آدم خالد، نعم، في الإسلام آدم غير خالد. طيب إحنا ليه بنستنكر كمسيحيين، ليه بنستنكر أنه آدم مخلوق غير خالد؟ ممكن يكون غير خالد، وده سؤال أيضا جيد. يعني المسيحي واليهودي يفهم جيدا طبيعة الله، أصله آدم غير خالد معناها آدم ميت، ولا يوجد شر في الوجود أدرك الإنسان أسوأ من الموت. الموت هو الشر المطلق الذي ضرب الإنسان في صميم خلوده، فالموت هو شر. فإن كان هذا الشر، هذه البذرة الشريرة الفاسدة وضعها الله، فإذا حاشا لله أنه يخلق شر. ولذلك عقيدة الكتاب المقدس ككل، الله لم يخلق شرا، ودائما الله إرادته وخلقه وعمله خير مطلق. فبالتالي رهن الرب الإله خلود آدم بالطاعة، وقال له: يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، لكن لو ما أكلش هناك الخلود، الخلود الدائم. فالله خلق آدم خالدا ليتمتع بشركة الوجود والحياة مع الله، ولم يخلق آدم لمجرد أنه يعني يعيش سنة 200,000 ويموت بعد كده. فإذا نستنكر موت آدم، لأن الموت شر، والله لا يخلق شرا، الله هو الخير المطلق دائما، الخير المطلق. طيب يعني ده لا يتناسب مع طبيعة الله، مع حكمته، مع محبته. صحيح، لا يتناسب مع حكمته ولا مع قدرته ولا مع محبته أن يخلق كائن لكي ما يموت. الموت اختاره الإنسان بنفسه. طيب بعد إذنك خليني أذكر المشاهدين بأن نحن في انتظار مكالماتكم، مشاركاتكم، في انتظار يعني أنكم تشاركونا في الموضوع، ونتمنى أنكم أنتوا فعلا تشاركونا يعني بطريقة مستمرة. معنا يعني بعض الإيميلات. أخ وحيد لو سمحت، الأخ وحيد: الرب يبارك برنامجك، وأنا لي الشرف أن أتابع البرنامج
وأصلي من قلبي أن يستخدم الرب برنامجك في فتح عقول وخلاص كثيرين. آمين. الأرمني. سلام ونعمة. كنت أظن أن المسيح صلب في مكان شجرة السقوط. هل لكم تعليق على هذا الأمر؟ تفضلوا بقبول شكري واحترامي. سمير. أيضا لدينا تهنئة قلبية على هذا البرنامج الرائع. وجود الأخ المبارك وحيد كفيل بنجاح قناة كاملة وليس برنامج فقط. عبير من السعودية. لدينا أيضا هل زالت الجنة من موقعها في العراق؟ هل زالت أيضا شجرة الحياة؟ هل شجرة الحياة هي نفسها المشار إليها في مواقع الكتاب المقدس؟ أعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. التوقيع عز. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين على هذه المشاركات، ونحن في انتظار مشاركاتكم التالية. تحب تجاوب أو ندخل؟ أنا قبل أن أجيب عن هذه الأسئلة الرائعة أحب أشكر الأحباء المشاهدين اللي شاركونا وتشجعوا وكتبوا لنا. أحب أن أقدم صورتين للجنة حتى يكون المشاهد معنا يعني في تواصل ويلاحظ الفرق بين وجود شجرتين ووجود شجرة واحدة مبهمة تحمل طبيعة الشجرتين. في البداية احنا بنشوف هنا يتابعني المشاهد لو ملاحظين بنشوف شكل الجنة الأولى وهي الجنة المذكورة في الكتاب المقدس. ده آدم طبعا أهو واضح، وهنا أمنا حواء وفي اتصال دائم مع السيد الرب. هذه الشجرة هي شجرة معرفة الخير والشر. هنا شجرة الحياة أهي موجودة، الشجرة التي إن أكل منها يحيى إلى الأبد. فدي شجرتين واضحتين، آدي شجرة معرفة الخير والشر وآدي شجرة الحياة. لو شفنا الصورة الأخرى وهي جنة حسب التصور الإسلامي لا يوجد غير شجرة واحدة. هذه الشجرة مش معروف هي شجرة إيه، هل هي شجرة معرفة الخير والشر أم هي شجرة الحياة؟ هي تضم الاثنين. ليه؟ لأنه هي المنهى عنها لا تأكل منها. نعم. والله لم يقل لآدم لا تأكل من شجرة الحياة. الأمر الثاني هي اسمها شجرة الخلد. نعم. فإذا اسمها شجرة الخلد فبالتالي شجرة الخلد هي شجرة الحياة. فإذا هي لها دور الاثنين. الكارثة الأكبر وهي التي تحتاج إلى تدقيق وتركيز وتحتاج إذا إلى 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 بحث، كيف شجرة الخلد يأكل منها آدم وحواء ولا تعطي خلد؟ ماتوا الاثنين. أليست هي شجرة الخلد؟ هل كان الشيطان كاذب في القرآن؟ الله لم يسمي الشجرة، لماذا لم يسمي الشجرة بهذه الأهمية؟ وهكذا. طيب قبل ما خلصنا المحور الأول ولا لسه عندك؟ أنا أعتقد إحنا كذا خلصنا المحور الأول، لو في أي أسئلة أخرى تحت أمرك. طيب إحنا بس معنا مكالمة. ويليام من قطر. ألو. ألو، ويليام من قطر. أهلا يا أخ ويليام. مساء الخير. مساء النور. ايوه مساء الخير. مساء النور معك. ربنا عوضكم، ربنا يخليك يا استاذ وحيد، وربنا يخليك يا اختي. شكرا. انا ولي حفظ الله من قطر. طيب ممكن يا اخ ويليام تسمعنا بس من التليفون لو سمحت؟ ايوه اختي. مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. كل سنه. انا بعزي اخواتي اللي في اسكندريه. تفضل. ايوه انا بعزي اخواتي كلهم في اسكندريه. هم سامعينك، اتفضل كمل. انا بعزي كل اخواتي في اسكندريه وناجي حمادي والعمرانيه، واقول ربي يسوع المسيح حافظ عليهم كلهم. امين. ويكونوا في جنه الفردوس. طيب شكرا لك يا اخ ويليام، شكرا لك. في عندنا مكالمة تانية. أبو عمران من الأردن. أخ أبو عمران.
ألو، ما بعرف يمكن عنده تأخير. طيب معنا أبو علي من أوروبا، تفضل. الو، ألو، ايوه اخت فدوى واخ وحيد، أهلا بيك. اهلا. اولا بحب يعني مداخلتي مش بموضوع الحلقه، ولكن بحب اقول الف مبروك على هذا البرنامج الدليل، الله يبارك فيك. وان شاء الله دائما بنشوفكم مبتسمين وفرحين بالرب دائما بهذه الطريقه. آمين. طبعا اليوم موضوع شجره السقوط موضوع طبعا خاص بالبشرية كلها، كان المسيحي أو مسلم، لأن هذا الموضوع مهم جدا. ولكن مداخلتي بحب أستغل هذه الفرصة إنه أشارك طبعا تعزياتي الشخصية، وأيضا كقناة بنعزي ضحايا أهل ضحايا إسكندرية والمجروحين، ونصلي إن الرب يلمس ويشفي. آمين. وبحب كمان أقول لك أخ وحيد إنه اليوم طبعا حفل بالنسبه لنا، ان احنا كنا منتظرين ان نراك في بث مباشر لبرنامج خاص بك، واليوم طبعا نحتفل بهذه المناسبه. الرب يباركك ويستخدمك اكثر واكثر، واعتقد انه في من الكثيرين من الناس اللي بيحبوك اكيد بيصلوا لك، ويعني خليتنا نصلي لك يوم الاثنين كمان. وفي شيء رائع جدا بحب اشارك بس بفكره بسيطه، انه موضوعك موضوع فتح هذه الشهيه بان نصوم ونصلي يوم الاربعاء، اعتقد انه هو احسن انتقام مسيحي ممكن ان يكون. يعني اعتقد انه لو كل مسيحي بيقرر انه خلال 12 شهر القادمين انه ينتقم للشر الاسلامي بان يكسب مسلم للمسيح، هذا هو الانتقام المسيحي. أن نكسب كل واحد مسيحي مؤمن أن يكسب مسلم للمسيح خلال 12 شهر القادمين. قديش بده يصبح عددنا. رب يباركك ويكون معك ويستخدم هذا البرنامج. آمين. آمين. شكرا لك يا أخ أبو علي. طيب ناخذ كمان مكالمة. عبد الفادي من مصر. أخ عبد الفادي. ألو. طيب يمكن في تأخير، نكمل في الموضوع بتاعنا. تحب تجاوب سؤال؟ أنا عاوز أعلق على المداخلات اللي فاتت بسرعة. أخونا أبو علي، الرب يبارك حياتك، بشكرك دائما مشجع، وبشكرك من أجل محبتك وصلواتك. وأيضا جيد هو الانتقام، أن يكون انتقام الحب، أن نقدم هذا الحب للأحباء المسلمين الذين حاولوا خلال هذا التاريخ الطويل أن ينتزعوا حبنا لهم بكل ما فعلوه في أجدادنا، ولكن حبنا هو ليس حب بشري وليس حب طبيعي، هو محبة المسيح التي في قلوبنا التي تنتقل مننا إلى الآخرين بعمل روح المسيح الذي فينا. ولن نتأخر ولن نتوقف عن هذا الحب المتدفق لكل العالم بدون استثناء. أشكرك أخي أبو علي. أخونا ويليام بيعزي، وإحنا يعني فرحتنا أيضا بأن هؤلاء انتقلوا إلى حضن المسيح وإلى معية المسيح، وكما ذكرت في البداية الكنيسة تعيد لهؤلاء وتحتفل بهم. الأسئلة التي جاءت، الأخ سمير يقول أنه هل شجرة السقوط مكانها كان هو المكان الذي صلب فيه الرب يسوع المسيح؟ نحن تكلمنا أن شجرة السقوط هي في جنة عدن، وبالتالي جنة عدن كانت في وادي عدين وبين نهري دجلة والفرات. ولكن ربما هناك مقولة أن الصليب الذي صلب عليه المسيح كان من شجرة السقوط. البعض يقول هذا، ولكن ليس هناك تأكيد لهذا الأمر. بالنسبة إلى أخونا عز اللي سأل هل الشجرة زالت من مكانها، الكرة الأرضية الأرض تعرضت لحادثة كونية وهي الطوفان، فكل معالم كثيرة معالم من الأرض انتهت تماما، وهي ضمن المعالم التي مسحت بحادثة الطوفان من الأرض، لكن مكانها وادي عدينه بين نهري دجلة والفرات.
طيب نرجع للموضوع بتاعنا. كنا احنا خلصنا المحور الأول، صحيح؟ لو تحب تدخل في المحور الثاني. أبدأ في المحور الثاني، والمحور الثاني هو التحذير، وأيضا هنا عامل مشترك. نجد في القرآن تحذير وفي الكتاب المقدس تحذير من الشجرة، أو خلينا بين قوسين نحطها من شجرة ما، وبعد كده نشوف ما هي هذه الشجرة. نعم. في سفر التكوين 2 الآيات 16 و 17، وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. إذن هنا الكلام واضح، وتحديد الشجرة وتسمية الشجرة، مش كلام مبهم، مش كلام غير معروف، مش كلام جاي من الشيطان، لا، كلام من الرب الإله يوصي آدم بشيء معلوم قدامه حتى يكون مسؤول. مش مجرد شجرة مش معروفة، لا، معروفة الشجرة باسمها، وفي وسط الجنة كما ذكر الكتاب المقدس. فإذا آدم مسؤول بعد كده لو عصى الرب الإله وأكل من هذه الشجرة. يعني حتى المكان محدد، يعني في وسط الجنة. صحيح. حتى المكان محدد. صحيح. ونلاحظ هنا موتا تموت. نعم. يعني آدم كان خالد. نعم. يعني لو ما كلتش مش هتموت، لكن لو كلت أنت هتموت، موتا تموت، مرهون بالطاعة زي ما أنت قلت. صحيح. نعم. بنشوف في المقابل الإسلامي في سورة البقرة برضو، لو يتابعون الأحباء المشاهدين، 35 سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا، هنا التحذير، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. كل من كل الأشجار، بس الشجرة دي لا، لو كلت منها حتكون من الظالمين. ده عقاب؟ ده مش عقاب، ما هي دي مشكلة أيضا أخرى وتساؤل آخر. يعني دائما حينما نتكلم مع الأحباء المسلمين نتكلم عن الحدود، حد الزنا وحد السرقة وحد، طيب أين حد أكل آدم من الشجرة؟ لا يوجد حد، لا يوجد وصية إلهية يقول له لو كلت حيحصل. حتى يا عزيزتي الطرد من الجنة ليس، لم يكن وصية إلهية. يعني الله في القرآن لم يقل لآدم لو كلت من الشجرة هطلعك برا الجنة، ما حصلش. كل هذه أشياء يفاجأ بها القارئ المدقق، القارئ الباحث الذي يبحث في النصوص جيدا يجد هذه الأمور. فمع احترامي للأحباء المسلمين، القصة في القرآن فيها ضعف، قصة ركيكة ليست متكاملة، فيها أمور تحتاج إلى أجوبة، أسئلة كثيرة جدا. خلينا أقرأ النص الآخر لو سمحتي. تفضل. وهو في سورة الأعراف، سورة الأعراف 19: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ده وصف، ده مش، نعم، وصف، وصف الآدم وحواء. نعم. تكونا من الظالمين، لكن ما هواش عقاب، لو كلت منها حتكون من الظالمين. فإذا بينما يحذر الكتاب المقدس بصورة واضحة يوم تأكل منها موتا تموت، نجد في القرآن لا يوجد عقاب، لا يوجد حد، الصورة مبهمة تماما. نعم. زي ما ذكرنا في الأول، مش معروف مكان الجنة فين، شجرة الحياة هل هي شجرة الموت، كيف تم ضم الشجرتين مع بعض، كل هذه الأمور تحتاج إلى بحث. طيب في، يعني بالنسبة للجانب الإسلامي احنا عرفنا أنه ما فيش عقوبة، ما فيش حتى التحذير، يعني هو لا تأكل من هذه الشجرة، ما فيش، إن أكلت حيحصل. صحيح. طيب يعني أنا حاسة أنه في استهانة في بعصيان الله يعني، لكن في المقابل في المسيحية، لو أرجع لحتة المسيحية، يعني يوم تأكل منها موتا تموت، هل بيتناسب يعني عصيان الله مجرد وصية بالأكل يوم تأكل منها الموت؟ يعني العقاب يبقى موت، هنا ما فيش عقاب وهنا عقاب موت. طيب بشكرك، ده سؤال مهم جدا، وخلينا أبدأ بحتة الخلود لأنه هي دي الحلقة التي فقدت في الإسلام، وهي أهم حلقة بدون استثناء. لأنه حينما يكون إسلاميا آدم مخلوق ليموت، آدم لم يخسر شيء، ليس هناك جديد في حياته، أنت مخلوق عشان تعيش وتموت. هو كل من الشجرة ما كلش من الشجرة، هو انتهى الموضوع، كل
ما كلش، هو حيموت بعد 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، انتهى الموضوع. لكن في الكتاب المقدس الأمر مختلف تماما، لأن آدم خلق لكيما يخلد خلود، وحينما أكل من الشجرة الذي حدث ليس مجرد الفكرة أنه ما هو بس كل، هو ما عملش شيء يعني علشان كل، هي الفكرة مش كده. الفكرة أن هناك الحياة يستمدها آدم من الله، وبمجرد أن عصى الله فقد حياته التي كان يستمدها من الله، والله قال له ذلك، يوم تأكل، بمعنى يوم تعصي، يوم تكسر هذه العلاقة فأنت ستموت. فبالتالي الفكرة مش هو قتل أو سرق أو أكل، ونحجم أو نحدد حجم الخطية، ما هياش كبيرة، ده حاجة بسيطة. نعم. الذي أريد أن أقوله، كل خطية بدون استثناء، بدون استثناء نفعلها تساوي الموت، أجرة الخطية موت. يعني كل الخطايا اللي احنا بنرتكبها كل يوم هي عقوبة الموت الأبدي. ولذلك هنا لا يعرف المسلم أنا مش محتاج لفداء، ليه الفداء طبعاً، وليه المسيح، وليه الصليب، وليه الكفارة، هو مش عارف. طيب ما لأنه في خطية في غفران، ببساطة يعني الله غفور رحيم. وهنا دي أيضا مشكلة، لأنه الفكرة ليست مجرد خطية. عارفة لو الفكرة مجرد خطية ما خلاص أنت يا آدم أخطأت فتاب عليه، مش بيقولوا كده كلمات فتاب عليه، خلاص لا تفعل هذه الخطية مرة أخرى يا آدم، وآدم يقول أنا لن أفعلها مرة أخرى، ده لو نجح في أنه لا يفعل. طيب الموت الذي دخل إلى طبيعة آدم، ما الذي سيفعل آدم؟ هل يستطيع أن يتوب وبالتالي يرفع عنه الموت؟ الموت دخل إلى الطبيعة، بدأ يعمل في طبيعة آدم، هنا الكارثة. حتى لو تاب آدم فهو ميت موت أبدي، لأن الموت دخل إلى طبيعته منذ اللحظة الأولى التي أكل فيها آدم، مات على الفور. ويمكن واحد يستغرب يقول آدم ما ماتش، صحيح، ما أنا لسه هقول لك يعني هل الموضوع موت أبدي مش بس موت جسدي ولا؟ صحيح. بص، هو الإنسان ممكن يكون مصاب بمرض لكن المرض مش ظاهر عليه، لكن الفيروس موجود. يعني بنسمع عن أمراض كثيرة مثلا زي مرض الإيدز مثلا، الناس كثيرة مصابة بمرض الإيدز وهي لا تعرف. فبمجرد ما أكل آدم دخل الموت إلى آدم وبدأ يعمل في آدم، بمعنى أنه مات على الفور، أي أن الموت دخل إلى طبيعة آدم في التو واللحظة التي كسر فيها الوصية، أصبح آدم ميت، أي أن الموت بدأ يعمل في آدم، وبعد سنوات مات آدم. هل هو موت أبدي؟ نعم. الأحباء المسلمين هذه الجزئية غائبة تماما، يعتقدون أن الموت شيء موجود في طبيعة الإنسان من البداية، وبالتالي هناك قيامة وبعث وإما إلى ذلك. لا، كل ده مش موجود، كل ده وجد فيما بعد، بعد الخطية أصبح هناك فكرة أن يقوم هذا الإنسان من جديد. فمارس الآباء آدم وهابيل وغيره من الآباء ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، مارسوا الذبائح، كان يذبح الحيوان نيابة عنه فيكفر عن خطيئته، وكان هذا مقدمة ورمز إلى شخص المسيح الكامل الذي حينما يقدم ذاته يغفر الخطايا، وبالتالي يصبح الإنسان مطالب بالتوبة، لكن الموت مرفوع عنه خلاص. الموت اللي كان مشكلة حمله المسيح، ولكن بشرط أن يعيش حياة التوبة في المسيح. هذا الأمر حينما فقدت قصة الخلود، حلقة الخلود في القرآن، فقد المسلم الطريق الصحيح، لم يعرف، ومش محتاج إلى فداء ولا إلى صلب ولا إلى شيء، هو يتوب. طب والموت هتعمل فيه إيه؟ حتى الذبيحة في الإسلام يعني تقريبا هي غير موجودة حسب المفهوم بتاع الكتاب المقدس. صحيح يعني. ليس لها وجود، حتى وإن كان وجدت في فريضة الحج ربما نتعرض لها في مرات أخرى، لكن ليست بذات الحجم الموجود في الكتاب المقدس. طيب بعد إذنك نأخذ مكالمات. معنا أبو يوسف، أبو يوسف من غزة. ألو. يا هلا بيك، السلام عليكم. أهلا. أهلا أبو يوسف، ربي يبارك حياتكم. يبارك يبارك حياة وحيد. الله يبارك. أنا بشاهد كبير في قناة الحياة، وقبل ثلاث أيام شفته في الناصر مع أخ نزار تكلم، حكى مع وخد فرحة، وكلكم حكيتوا معكم، ربي يبارك حياتكم ومبروك البرنامج، الله يبارك جيد كويس.
وانا بتابعه كثير، حتى والله امرار الساعه 3 بالليل عربي، يعني بيجي 3 سنين انا بتابعه، وهو الخمير الصالح في عجين المجتمع صراحه. امين وحيد. امين امين. وانا بحب ابارك لكم كثير ومبسوط كثير والله. مرات بظل للساعه 3 في الليل وبعد البرنامج شبهات وردود مع الاخصائي دائما بتابعكم، وانا مبسوط كثير لما اشوف البرنامج حلو، ودائما ان شاء الله كل يوم اثنين حاشاهد البرنامج. وشكرا لكم والف مبروك للبرنامج الدقيق المحترم الكويس. ماشي، ما عندك اي سؤال يا اخ ابو يوسف؟ والله حبيت ابارك لانه اللي زمان يعني متابع البرنامج، وبعرف انه قبل سنه كان بدي يجي وما جاش، وعشان هيك انا تابع البرنامج. شكرا لك. بحب يعني اسمع الاخ وحيد والقناه الحياه. شكرا لك. وانتم خير الصالح في عديد المجتمع. امين. تحملوا شعله الايمان. امين. طيب معنا مكالمه ثانيه، سامي من اوروبا. الو. الو، سلام سلام ومحبه. سلام ونعمه. سلام ونعمه. طبعا بحب احييك يا اختي، واحيي بطل شاشه الحياه، هو عالم او سفير شاشه الحياه الاستاذ وحيد الفاضل. بذكره هي بحكي له انا ثاني وين يا استاذ وحيد، صدقني من متابعينك وانت اليوم نور الشاشه. اشكرك حبيبي سامر، ربي يبارك حياتك. اشكرك حبيبي سامر، ربي يبارك حياتك. بنقول لك تحيات جميع الموجودين استاذ وحيد، وتحيات الاخ كريم المسيح، ونقول لك زمان يا استاذ وحيد طولت علينا الغيبه صدقني، انت بطل عظيم ومستفيد كثير من معلوماتك الثمينه صدقني، ليس فقط من الملهمين ببرامجك ولكن من المتولعين. ممكن هاي كمان فيها مرض استاذ وحيد اني ما بقدر اشوف برنامج لك وما اسمع صدقني، لانه كلامك كثير شيق وكثير ثمين. اتمنى ان تكون هذه رساله حيه تخترق القلوب المظلمه، قلوب الاخوان والاحباء المسلمين، حتى تشعل نور المسيح في قلوبهم عندما يفكروا في كلماتك الثمينه، كلماتك الجميله صراحه. اشكرك. وحي علمي صراحه. اشكرك اخي سامي. عندي سؤال يا اخ سامي. تفضل استاذ وحيد. انت حضرتك عابر يا اخ سامي؟ انت حضرتك عابر يا اخ سامي؟ نعم انا عابر طبعا. طيب امر كبير في عبور استاذ وحيد، عندما فهمت من متابعتي لبرامجك الثمينه صدقني حقيقه الاسلام. الرب يباركك. ممكن توطي بس التلفزيون وتسمعني من التليفون. انا كنت عاوز اسالك، هل كنت بتعرف وانت في الاسلام ان هناك شجره واحده هي شجرة الخلد، وأن هذا الاسم لم يطلقه الله وإنما أطلقه الشيطان على هذه الشجرة؟ صدقا أستاذ وحيد طبعا، وعندما عرفت حقيقة الإسلام بعد بحث أدار سنوات عديدة لم أكن أعلم أنه موجود إلا شجرة واحدة، هي شجرة واحدة لا تقرب تلك الشجرة، وعندما أكل آدم من الشجرة من التفاحة نزل إلى السماء. لم يعني متفاجئ انا عندما اسمع ان هنالك شجرتين، انني كنت معلوماتي ومعلومات جميع المسلمين حتى الدارسين منهم انها فقط شجره واحده، هكذا قصها قران نبي الاسلام اخي وحيد. شكرا لك اخ سامي، ربي يبارك حياتك، وصلوا من اجلنا دائما. ربي يباركك استاذ وحيد، احنا بدنا صلاه دائما يا بطل يا استاذ الفاضل، ولكن عندي سؤال بسيط لك استاذ وحيد. تفضل. لو سمحت لي. عندما نقول ان هنالك ادم هو كان مخلوق طبعا للخلود ولم يخلق الموت معه الاله، لكن وكان هنالك شجرتين، لماذا الله خلق شجره الموت استاذ وحيد؟ وكان يعرف الله بطبيعه ادم البسيطه انه سياكل من هذه الشجره وسيموت، لماذا الله جعل هذه الشجره في الجنه موجوده اذا كان ادم مخلوق فقط للخلود؟ أشكر أخي الفاضل وربي يباركك، ونحن نستمع الإجابة منك. شكرا شكرا أخ سامي. شكرا لك. معنا مكالمة ثانية، حبيب من أوروبا. المسيح. أهلا، سلام المسيح. سلام ونعمة يا أخي وحيد، سلام أختي كمان لك، ربي يباركك أخي وحيد على البرنامج. أنا بس حبيت أبارك لك بهذا البرنامج، ونحن سعيدين انه نشوفك مباشر على الهواء كمان على قناه الحياه، وتقدم لنا كل ما في جعبتك من معلومات شيقه انه نحن نستفاد منها. اشكرك اخي حبيبي، ربي يباركك.
الرب يباركك ويبارك حياتك يعني. ونحن هذا البرنامج يمكن حتكون جديد من نوعه، انك مقارنه بين اقوال الاسلام واقوال المسيحيين بالدليل والبرهان اللي انت نحن متعودين دائما نسمعه منك. اشكرك اخي حبيب، الرب يبارك حياتك. ولو سمحت، دائما انا يعني متعود اقول كلمه: لا توجد خدمه بدون صلاه. فدائما افتكرونا بصلواتكم، لاننا نحتاج الى صلاه وصلاه كثيره. امين. ربي يباركك اخي وحيد، ويبارك المقدمه معك كمان، وتكونوا لمجد الرب شمعه نور لكل الناس. امين. هذه زوجتي يا استاذ حبيب. اهلا اختي، كثير جميل هيك كمان يكون الجسد واحد بيقدموا برنامج واحد. امين. شكرا لك، شكرا لك يا حبيب. شكرا لك. طيب معانا ابو عمران من الاردن. الو. الو. ايوه تفضل. مساء الخير اختي الكريمه. مساء الخير اخي وحيد. اهلا اخي ابو عمران، مرحب بك. سيدي الكريم، انا اول شيء حاب اني اعبر لك عن اعتزازي فيك بشكل كبير، لانه بصراحه انت برامجك كثير حلوه، وكانت بالنسبة لنا نحن المنتصرين عبارة عن مصدر حيوي نستقي منه معلوماتنا اللاهوتية الضرورية لحياتنا المسيحية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية سيد الكريم، أنت في بداية حديثك تحدثت وقلت أن كثيرا من الإخوان المسلمين ما بيعرفوا طبيعة كتابنا المقدس ولا هي طبيعة عقيدتنا المسيحية. أنا بحب أخبرك شيء ثاني وأقول لك أنه كثير من المسيحيين الأصليين لا يعلمون أبسط مبادئ اللاهوت في العقيدة المسيحية، وهذا شيء أحزنني أنا شخصيا كثيرا. النقطة الأخيرة في الكريم، حاب يعني أشد على إيدك وأقول لك الله يبارك فيك، شكرا كثير لك أنك أنت سويت هذا البرنامج، وشكرا لقناة الحياة المباركة، لأنه بصراحة القناة هذه هي مصدر معلوماتنا نحن بالإضافة إلى الكتاب المقدس، والرب يبارك حياتكم ووفقكم إن شاء الله. آمين. شكرا لك أخو بران، الرب يبارك حياتك. طيب معنا عادل من ألمانيا. ألو. يا أخ عادل لو سمحت اسمعنا بس من التليفون. ايوه انا كده وطيت التلفزيون. انا بشكركم على البرنامج الممتع ده، وانا كنت بصراحه مستنيه بفارغ الصبر، لان انا بحب جدا الاستاذ وحيد لانه حبيبي من ايام الجيزه يعني. انا بس عندي مداخله بسيطه، بتقول ان القران غفر لادم، يعني الله غفر لادم. طب لما غفر لادم ما رجعوش ليه الجنه؟ يعني انا سمعت واحد شيخ بيقول لك يعني هو ادم عمل ايه يعني. استاذ وحيد وحشنا يا استاذ وحيد. انا مبسوط خالص بالبرنامج بتاعكم، وربنا يبارك حياتكم. وكنت عايز اعرف بس، لما ربنا غفر لادم ليه ما رجعوش الجنه؟ اوكي. يعني انا زعلت مع مراتي شافتني ومشيت، جيت صالحتها قلت لها هرجعها البيت ولا هسيبها عند ابوها ولا ايه؟ صح. شكرا لك، ربنا يبارك حياتكم. شكرا لك يا اخ عادل. طيب احنا يعني بسرعه لانه عندنا فاصل بعد شويه. طيب انا هاخد مداخلات، هخلي سؤال الاخ سامي لو سمحت لي، تفضل. لانه سؤال هياخد مساحه من الوقت، وانا بهنيه على السؤال الاخ عادل. الاخ سامي عفوا. بدايه اخونا عادل، ابدا من الاخر من المانيا، شكرا لك. وحضرتك سالت سؤال مهم جدا، لما الله غفر لآدم طب ما خلاص يرجع الجنة وينتهي الموضوع. إذا كان في غفران فعلا يرجع آدم إلى الجنة. طيب على الأقل نسل آدم، لو صحيح. مش آدم طب نسله ذنبه إيه؟ صحيح. وهذه جزئية سنتعرض لها لاحقا في حلقات قادمة، لأنه بنعمة الرب مسكين الموضوع بالتسلسل. حنشوف لسه احنا عندنا حتى في هذا الموضوع عندنا لسه حلقات قادمة بنعمة الرب. فهذه جزئية، وهذا سؤال مهم جدا يا أستاذ عادل، أنا بشكرك عليه، الرب يبارك حياتك. أخونا أبو عمران من الأردن، أولا أنا بشكر محبتك وتشجيعك وتعزيتك الكبيرة لنا، بشكر صلاتك من أجلنا، وكلامك صحيح، أنا أتفق معك أنه هناك كثير من الأحباء المسيحيين لا يعرفون مبادئ
وأنت كنت دقيق في الكلمة مبادئ اللاهوت، لأنه اللاهوت أيضا هو أنت تعرف ليس هناك فرق بين الإيمان والإيمان الذي نعبر عنه. فالأحباء المسيحيين يؤمنون، ولكن ربما مش الكل بيعرف يعبر عن هذا الإيمان. فأنا أتفق معك أنه أبسط ربما مبادئ اللاهوت غير معروفة. وأعتقد أنه أنا سمعت أنه برنامج شبهات وردود، وربما يكون لهذا البرنامج أيضا فائدة في أن نتعلم نحن أولا، وأيضا يتعلم معنا الآخرون. قبل ما نواصل عندنا فاصل. تفضلي. أحبائنا المشاهدين، فاصل قصير ونعود، خليكم معنا. لم يأمر بقتل أحد. انتشرت في شبه الجزيرة العربية زمن محمد كما قلت. لا يمكن أنك طلبت وسيتم، استحالة. لو كنت إله المسلمين يا رب شيل كل حاجة من دماغي إلا الإسلام. ثق أن هناك استجابة إلهية. هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟ مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مرة تانية. رجعنا لكم من الفاصل، واثقين أنكم أنتم معنا، تابعونا في بقية الحلقة. تفضل يا أخي وحيد، كمل لنا المدخل. شكرا لك. أنا كنت بحيي أخونا أبو عمران من الأردن، وأقول له أشكرك من أجل محبتك وتشجيعك لنا. وأخونا سامي من أوروبا أيضا أشكر مداخلتك ومحبتك. وأخونا أبو يوسف من فلسطين أشكرك لأنك بتسهر وبتتعب وبتتابعنا. أرجو من كل هؤلاء أن تذكرون أيضا في صلواتكم، والرب يبارك حياتكم. هل تسمح لي أن أجيب على سؤال أخونا سامي؟ تفضل. لأنه هو سؤال حيوي جدا، وسؤال يعني أنا فعلا بهنيك على السؤال ده، خاصة أنك عابر، يعني كونك تتعمق لتصل إلى هذا السؤال، هذا شيء جيد. بداية، الله لماذا لم يفدي الملاك؟ لأنه في عقيدة الكتاب المقدس اليهود والمسيحيين الشيطان هو ملاك ساقط. الشيطان كان ملاكا في السماء، وحينما تمرد على الله وأراد أن يضع كرسيه فوق كرسي العلي، وحينما طرد وسقط وهو من خليقة الله، فلماذا لم يفدي الله الملاك؟ مش ده خليقته برضو؟ ولا هو بيحب الإنسان أكتر؟ كلها خليقة الله. إذن لماذا فدى الله الإنسان؟ ده بداية سؤال أخونا سامي. كي ليه الشجرة موجودة؟ عفوا أخونا سامي، الملاك لم يفدى لأن الخطية خرجت من داخل الملاك. لم يأتي كائن آخر ليغوي الملاك ويسقط في الخطية. هو الذي أنتج الخطية، أنتج الشر من داخله خرج. آدم الأمر مختلف. آدم الخطية جات من برا، جات من برا فسقط، وبالتالي كان هناك فرصة فداء لأنه تم التغرير به. نعم. أما الشيطان، أنت عذرك إيه؟ من الذي غرر بك؟ نعم. أنت كائن ذكي، كائن معرفتك كبيرة جدا، كيف خرجت الخطية من داخلك؟ هذا أمر. إذن آدم لو ترك في الجنة سيأتي الشيطان وبطريقة معينة سينجح في أن يجعل آدم يخرج الشر من داخله. سينجح بطريقة معينة، بإيحاءات معينة لآدم من خلال فترة. ده بدون وجود الشجرة؟ لا لسه. لا لسه. أنا هتكلم. أي طبعا بدون وجود الشجرة. بدون وجود الشجرة. صحيح كلامك صحيح. بدون وجود الشجرة. سينجح أن يجعل آدم يخطئ، أن يخرج الخطية من داخله كما فعل هو بدون وجود الشجرة. فالله عايز يحمي آدم. من يقرأ قراءة عابرة يعتقد أن الشجرة دي محطوطة بس لامتحان آدم. صحيح. الشجرة محطوطة فخ للشيطان، شرك للشيطان. دي معلومات جديدة، يعني أنا أعتقد كثير من المسيحيين ما بيعرفوا المعلومات دي ربما، ولكن هذه هي الحقيقة. فإذن الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر، هي حماية للإنسان. ليه؟ لأنه إذا جاء الشيطان سيأتي إليه من الشجرة التي فيها وصية، لا تأكل أنا حخليه يكسر. نعم. الوصية ويأكل. فحينما وجدت الشجرة حمت الإنسان أن لا يخرج الشر من داخله، وبالتالي لا يكون هناك فداء.
فجاءت الخطية من الخارج، وفعلا سقط الشيطان في الفخ. فحينما حسد آدم وأراد أن يغرر بآدم، جاء من المكان الذي فيه وصية، مكتوب لا تأكل، أنا حخليك تأكل، حخليك تسقط. فأتت الخطية من خارج آدم، وبالتالي كان هناك فرصة للنجاة. أما لو آدم أبدع الشر من ذاته كما فعل الملاك الساقط لم يكن هناك عذر، ولكن وجد عذر للإنسان أنه غرر به، أن الخطية جاءت من الخارج هو تبناها فسقط فيها. وبالتالي أنا بهني الأستاذ سامي على هذا السؤال، إذا كانت الشجرة هي سيسقط فيها آدم لماذا وجدت؟ وجدت لحماية آدم، حتى شجرة معرفة الخير والشر مغلفة بمحبة الله، نعم، بحماية الله، صحيح، بعناية الله. هذا هو الله الذي نعرفه، الله الذي يحمي الإنسان ويحبه ويفكر في خلاصه وفي أبديته. نعم. في أي أسئلة تانية؟ أنا أعتقد كان ده السؤال الأخير بالنسبة لأخونا سامي، وأنا بشكر عليه وبشكر كل الأحباء اللي قدموا أسئلة ومداخلات. طيب خلينا أقرأ بس إيميل سريع. سلام المسيح الأخ وحيد، الإنسان خلق من تراب وهذا ما يؤمن به المسلمون أيضا، أليس هذا دليل على أن الإنسان خلق على الأرض، بالتالي فالجنة تكون على الأرض، فعلى ماذا يختلف المسلمون؟ طيب أنا مش عارف اسم الأخ إيه، بس أنا بشكره على كل الأحوال، أنه ودي فعلا ملحوظة، والفريق في من المسلمين الذي يقول أن الجنة عن الأرض يستخدم أيضا هذه الحجة ضمن حجج أخرى، ويقول آدم مخلوق من تراب، وبالتالي هل خلق من تراب ثم رفع إلى السماء ليعيش هناك؟ وبالمناسبة عدد ضخم من العلماء يقول أنها في السماء، ربما هو الأرجح يعني أنها هي في السماء. وهذا أمر غريب جدا، لأنه حتى في هناك يعني كلمة أهبطوا منها، وكيف أن آدم هبط في الهند بينما حواء هبطت في السعودية، ويعني ففي فكر موجود يعني. طيب نأخذ مكالمة تاني معنا، رامي من الإمارات. سلام المسيح معكم. سلام ونعمة. أول شيء نحب نبارك لكم على البرنامج الرائع، ونشوف الأخ وحيد البرنامج أكثر. أهلا أخ رامي، كل الاستفادة منهم. أنا أخ وحيد، في عندي مداخلة بسيطة لو تكرم. تفضل. بخصوص الآية من القرآن الكريم اللي بتقول أنه سيكون من الظالمين، نعم، أو ستكون من الظالمين، صحيح، هل كان في مفهوم للظلم في بداية الخلق؟ هل كان من هم كانوا الظالمين بهذه الفترة؟ يعني وقال لهم تحدكم من الظالمين، من الظالمين كانوا في يعني تلك الفترة؟ هاي مداخلتي الأولى. مداخلتي الثانية لو تكررت، أنا عندي مداخلة ثانية. أنا بهنيكم وبتشكركم لأنكم تعكسوا فعلا المسيحية الحقيقية في طلب الصلاة، في طلب الصوم، في الرد على الاعتداءات الإرهابية اللي بتطال الإنسانية، مش بس المسيحية، بتطال الإنسانية في العالم كله. فهذا هو الرد المسيحي الحقيقي فعلا، مش الرد بالغضب أو بالتحرش أو بالانتقام. الانتقام ما بتوقع موجود بالمسيحية كمفهوم، لكن هذا الرد اللي هو الصلاة والصوم بتعكس محبة المسيح الحقيقية، يعني بتعكس فعلا أنه أنتوا تلاميذ مسيحيين حقيقيين في هذا العالم. أتمنى أنكم تصوموا وتصلوا لكل المسيحيين اللي بيعانوا في الدول العربية والدول الإسلامية وفي العالم أجمع. والله يبارككم ويقويكم. شكرا لك. شكرا لك عزيزي. معنا مكالمة تانية، قس منصور من إيجبت، من مصر. أيوة. ألو. ألو. طيب واضح ان المكالمه اتقطعت، لو تحب. بالنسبه للاخ رامي، انا بهنيك يا اخ رامي بملحوظه جميله جدا، من الظالمين. هو هل ادم كان يعرف يعني ظلم؟ في قاموس ادم، في لغه ادم، لا يعرف ما معنى الظلم. ده حتى الوصيه حينما جاءت الى ادم لم يقل له الرب الاله لا تاكل، لا تسرق، لا تقتل، لأنه لا يعرف، هذا لا يوجد في قاموس آدم. نعم. يعني إيه قتل؟ يعني إيه سرقة؟ جاءت الوصية تتناسب مع معرفة آدم. آدم يأكل كل يوم أكثر من مرة، فجاءت الوصية مناسبة لهذه المعرفة، لا تأكل. نعم. فهنا الأخ رامي لفت نظرنا الحتة جميلة، بشكرك يا أخ رامي، حينما يقول له لا تأكل لألا تكون من الظالمين. ما معنى الظالمين؟ وهل في قاموس آدم في ذلك الوقت القاموس اللغوي، هل موجود فيه اللغوي موجود فيه كلمة ظالم؟ لا يعرف.
فأنا بشكرك يا أخ رامي. وبعدين الجزئية بتاعت الصوم والصلاة، صدقني ومن يريد أن يفهم ما قلت أنا في البداية، أننا نحتاج إلى الرجوع إلى الله، التوبة، رجوع القلب ككل كمجموع، وليس أتكلم عن فرد. ارجع لسفر القضاء واقرأه جيدا وأنت تعرف ماذا أقصد. شكرا لك أخ رامي، ربي يباركك. شكرا يا أخ وحيد. معنا أشوري من السويد. ألو. مرحبا. أهلا، تفضل. حياتي لحضرتك وللأخ وحيد. وحيد، الصراحة أخ وحيد كنا متشوقين كثير لبرنامجك، أثني عليك وأشجعك وراح نصلي لك، لأن كثير من ملايين الناس يعني للأسف يخلقوا مسيحيين، حتى المسيحيين ويموتوا وما يعرفوا إيش هي القصة، ما هو جوهر إيمان يعني صلب المسيح إيش هو، وحتى لأخواننا المسلمين، لأن أنت شرحك يعني مبين تلهوت كبير، والله عظيم النعمة قوة روح القدس يعني عم تقدم هالشيء هذا. بس أنا عندي سؤال لحضرتك. تفضل. بالنسبة للموضوع هذا، موضوع شجرة معرفة الخير والشر، في البعض يترجموا يفسروا تفسير حرفي، هي أكيد مكتوب في سفر التكوين المكان ومعروف يعني جغرافية المكان محدد، وحتى الأنهار مثلا الفرات ودجلة وإلى آخرين، بس في بعض المفسرين اليوم يرجعوا إلى تفسير آخر يسموه تفسير رمزي، أنه القصد هي طبعا الكتاب المقدس هو فكر الله مكتوب بكلام البشر، يقولوا المفسرين الرمزيين أنه القصة هاي مكتوبة بهالشكل هذا بس حتى تدل على أنه آدم عصى الله. إيش رأيك هذا التفسير الرمزي أنه القصة هي بس مجرد رمزية لتوصيل الفكر للإنسان، لأن يصعب أنه واحد يكتبها بأسلوب آخر يعني، لأن فكر الله بعيد عن ما في يعني نسبة. إيش رأيك بالتفسير الرمزي؟ هل حرد عليك يا أخ أشوري؟ شكرا لك أخ أشوري، ربي يبارك. ألو، معنا عبد الفادي من السعودية. مرحبا يا أخ وحيد، معك عبد الفادي. حبيب حبيبي، بس أن أنا أشجعك وأشكر الرب من أجل خدمتك. شكرا لك. ومبروك البرنامج الجديد ده، وصلاتي أنه إخواننا المؤمنين يرفعوا دائما بصلاتهم أنه البرنامج ده يكون بالفعل نور للعالم. وفي نفس الوقت أحب أوجه دعوة لأحبائي المسلمين، وأنا كنت واحد منهم، أنه نفتح عقولنا ونستمع للمعضلات والأسئلة اللي أنت بتشارك فيها، وبالفعل بقلب صادق وأمين نبحث عن الحق. والرب يباركك حبيبي. شكرا لك أخي عبد الفادي، الرب يبارك حياتك. شكرا لك عزيزي. شكرا لك. معنا إسلام من أوروبا. ألو، سلام المسيح معكم. سلام المسيح. أخ وحيد، أنت وزوجتك المباركة، ربنا يخليكم، وشكرا على البرنامج. شكرا لك عزيزي. شكرا. إسلام، اسمك إسلام؟ طبعا مدخلة قصيرة. أي حبيبي، اسمك إسلام؟ أسف ما أسمع فيك كويس. اسمك أنت، أنا سمعت في البداية اسمك إسلام صح؟ اسمي إسلام أخي، اسمي إسلام صحيح. إسلام، وبتقول سلام المسيح. سلام المسيح يملأ قلبك، تفضل. أكيد سلام المسيح، بعد ما فتح المسيح عيني أكيد سلام المسيح. آمين. تفضل. طيب، بدي مداخلة قصيرة في الموضوع، يعني ونرى كالعادة الخلط في المواضيع الإسلامية وفي القصص الإسلامية، في حيث أن محمد دائما يخلط. في الحقيقة هو موضوع جديد جدا بالنسبة لي، وكانت المفاجأة أنه الشيطان هو اللي اختار الاسم في القرآن، شيء عجيب جدا. من خلال هذه القصة الأخ وحيد تعطيك مفهوم واضح لبداية الخطية، وتفهم مفهوم عن تعامل الله معها، وأجرة الخطية موت، تعطيك قاعدة أساسية تفهم من خلالها تفكير الله. من خلال في القرآن تلقى أنه الموضوع مخلوط، والموضوع خلص بس من تلقى آدم كلمات من ربه فتاب عنه، وتبين لك خطورة الخطية، وفيش كبائر ولا صغائر في عين الله،
يعني فقط حركة صغيرة في عين الله تعتبر خطية كبيرة وخطأ في حقه. نشكركم على الموضوع، ربنا يبارككم أخي وحيد. شكرا لك يا أخي إسلام، الرب يبارك حياتك. معنا كريستيان من سوريا. ألو، سلام المسيح. سلام ونعمة. كيفك يا أستاذة فتوى وأستاذ وحيد؟ أول شيء مبروك على البرنامج الجديد، مهنيكم عليه من كل قلبي. الله يبارك. وبنقلكم تحيات أدامن ويوزر روم إن جيسوس أول سينكس بيكامن يوم من البالتو. شكرا لك حياتكم وشكرا على البرنامج الجميل. شكرا. الحقيقة مداخلتي كانت بالمقارنة اللي بين القرآن والإنجيل في قصة السقوط. خليني أبدأ بسؤالين أو نقطتين أحكي فيهم. أول نقطة هي موضوع العري لآدم وحواء في الجنة الإسلامية. طبعا من النظرة القرآنية هذا موضوع غير واضح وليس له أي معنى نهائيا. لما نجي على الكتاب المقدس نلاحظ أنه كان سبب خلق الله لآدم عريان هو يعني لدليل طهارة الخلق وطهارة آدم وحواء في الجنة. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للهبوط، لو نرجع لآيات سورة البقرة من آية 35 لآية 38، منلاحظ أنه حصل الهبوط مرتين، مرة قبل الأكل من الشجرة وبعد توبة آدم، والله أصر على أنه ينزله من الجنة. في صفتين مهمين يا أستاذ وحيد لله، هي العدل والرحمة. يعني يا ريت نسأل هذا السؤال ونشوف، طيب ليه الله سامح آدم وأصر على عقوبته؟ إذا هناك صح. في سبب حتى بعد توبته أصر على العقوبة. إذا هون بيجي دور الكتاب المقدس ليشرح لنا سبب الفداء. لأنه كان واضح في القرآن أنه كان في عقوبة حتى مع التوبة استمرت العقوبة واستمر الهبوط. إذا كيف تيجي مسامحة الله لآدم؟ هون بتيجي الكتاب المقدس راح يوضح لنا إياها ونشوف أنه قيامتنا مع المسيح ولا غنى عنه. مرة تانية بتشكركم على البرنامج الجميل وبارك لكم من كل قلبي ويبارك حياتكم ويبارك الخدمة وشكرا لكم. شكرا لك يا أخ كريستيان. شكرا لك. عندنا إحنا سؤال الاس ام اس. 23% الإجابة نعم، شجرة الخلد تعطي موت، و 77% شجرة الخلد لا تعطي موت. شكرا لكم أحبان المشاهدين على مشاركاتكم في السؤال. عندي تعليق على ال 23 اللي كتبوا نعم، يعني هي مجرد يعني كلام مش منطقي، مجرد هي كذا ولازم تبقى كذا. لا يبقى ما لازم نسميها شجرة الخلد، هنسميها شجرة الخلد الموت. كيف؟ دي شجرة الموت. صحيح. سموها شجرة الموت. وبعدين لما يأكل منها آدم تعطي موت. إنما أنت بتسميها شجرة خلد. واللي يأكل منها يموت. هل ده المنطق؟ الأمر الثاني، لماذا لا يريد الله من آدم أن يأكل من شجرة الخلد؟ ليه لا يخلد؟ لماذا؟ فعلى كل الأحوال شكرا إنهم شاركوا وجاوبوا. عندي تعليقات لو سمحت لي. أخونا معلش بعد إذنك فضل. وجودها كمان يعني إيه هدفه في الجنة؟ يعني آدم غير خالد وموجودة شجرة خلد في الجنة، طب إيه هدفها يعني؟ صحيح، علشان كده بنقول القصة مش متماسكة. نعم. مش مترابطة، فيها خلل، لازم تلاقي فيها أسئلة كثيرة. صحيح. وأسئلة ليس لها إجابة منطقية، مش هنقول مقنعة، منطقية يعني ممكن واحد يفكر فيها. نعم. بشكر أخونا رامي من الإمارات، ربي يبارك حياته. بشكرك أخي رامي وكلمة الظالمين، وبشكرك لأنها لفتة جميلة. فقدنا القس منصور. نعم. من إيجبت، ربما يتصل مرة أخرى. الأخ أشوري، آدم عصى الله، لكن للأسف لا يوجد مفهوم الفداء والكفارة، لأنه عصى الله يبقى في مشكلة، لكن تاب عليه. طيب لماذا في الخطايا الأخرى هناك حدود وهناك كفارات؟ لماذا لا يتوب الله دائما على الإنسان بدون حدود وبدون كفارات؟ نعم. هل لو في إنسان في الإسلام سرق، شريعة إسلامية أتكلم، نعم. سرق وبعد كده تاب، هيقبل التوبة؟ ما شاء الله بيقبل التوبة، طب بتقطع إيده ليه؟ لماذا هناك حد؟ نعم. الحدود الموجودة هي تؤكد أن أجرة الخطية
لها موت، لها عقوبة. أيضا أخوي عبد الفادي، أنا بشكرك أخي عبد الفادي، ربي يبارك حياتك، وبشكر محبتك وتشجيعك واتصالك. شكر جزيل أخونا إسلام، أشكرك وسلام المسيح معك. وأخيرا أخونا كريستيان، بشكرك من أجل المداخلة بتاعتك وتهنئتك وتهنئة كل الأدمنز في غرفة جيسس، وأيضا أنه أصل العقوبة ليه مستمر العقوبة طالما هو تاب عليه، نفس الفكر. الرب يبارك حياتكم جميعا. طيب ناخد نبيل من إنجلترا. ألو ألو أخ نبيل. ألو. أيوة تفضل. ألو طيب أخ أبو عبد الله. ألو ألو أيوة اتفضل. أنا من السعودية. اتفضل يا أخ أبو عبد الله. أيوة يمكن أكلم على الأستاذ وحيد بالله. اتفضل. أستاذ وحيد كيف حالك؟ أهلا أخي أبو عبد الله، ربي يبارك حياتك، مرحب بك. يا أستاذي يمكن السؤال بعيد عن الموضوع، بس في نقطتين أبغى أستفسر عنها. سؤال بعيد عن الموضوع. ألو. اتفضل اتفضل. إيه الآن في هل يعني من الضروري إن الشخص إذا كان يبغى يتنصر إن نشوف المسيح أو شوف سيدنا عيسى؟ أوكي. لأن أنا ألاحظ أكثر المتنصرين يقول أنا جاني عيسى ورأيته في المنام وبثوب أبيض وبنور وكذا كذا كذا. أوكي. هذا السؤال. والسؤال الثاني، شايف عن حضرتك كل الإجابات ما تستند على كتاب، يعني من عندك مجرد كأنها معلومة أضيف جديدة أضيفت حضرتك، ما ترجع للكتاب او الكتاب يعني المقدس. الايات اللي انا قدمتها من الكتاب المقدس انت ما شفتها يا اخ ابو عبد الله؟ لا لا، يعني كل اي سؤال انت تقول له هذا سؤال جميل، هذا يكون تكون اجابتك من واقع خبرتك. اسمعني يا اخ عبد الله، يعني اخ عبد الله انا في الاسلام اخ عبد الله اسمعني ثواني. بدايه انت سؤالك انا حارد عليه بعد شويه، بس انت سمعت الموضوع، هل شجره الخلد التي اكل منها ادم، هل هذا الاسم أطلقه الله أم الشيطان في الكتاب في القرآن؟ وكيف لا يسمي الله شجرة بهذه الأهمية؟ نحن نؤمن أن القرآن من كلام الله إلى سيدنا محمد، ما نؤمن أنه الشيطان وما نعرف الشيء هذا. طيب اديني من القرآن اسم الشجرة بفم الله، مش اسمها شجرة الخلد؟ لا يوجد. أنا أدلكم على شجرة الخلد. طيب من القائل؟ لا يبلغ. من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. لا، القائل الشيطان يا أبو عبد الله، أنت مش عارف قرآنك؟ الشيطان يتكلم مع آدم وحواء. نعم 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 صح. أنا أدلكم لما أفغوا آدم أطاع آدم الشيطان. نعم أحسنتين. طيب وهل رأيك يا أخ عبد الله أبو عبد الله أنه شجرة اسمها شجرة الخلد يأكل منها آدم وحواء ولا تعطي لهم خلد؟ لا، هذا موضوع آخر، هذا موضوع فطور القرآن. يعني أنا لو أبغى أفسر لك لازم أرجع إلى كتب تفسير من كثير أو قرطبي، لكن حضرتك أي سؤال أنت سيبك من حضرتك، سيب يا أخ عبد الله، سيبك من حضرتك، أنا قدمت الشواهد بس حضرتك ما خدت بالك. أنت دلوقتي الآن آخر أربع أسئلة كلها من استنتاجاتك الشخصية، ما في مرجع. أي سؤال؟ أي سؤال فيهم؟ أنا أي سؤال؟ يا أستاذ وحيد أنا أبغى أفهم بس، أنا مشوش. أنا بسألك سؤال، أنا بسألك سؤال الآن يا أخ عبد الله. هل ظهور المسيح يعني لازم عشان أصير مسيحي؟ حاضر. لازم المسيح يأتيني؟ حاضر حجاوبك على السؤال ده يا أخ عبد الله. ليس بالضرورة أن ترى شخص المسيح لكي ما تؤمن بالمسيح. المسيح يتعامل مع كل شخص حسب شخصيته. هناك شخص يمكن أن يتعامل معه من خلال ما يقرأ، هناك شخص من خلال ما يرى، هناك شخص من خلال موقف معين. هناك شخص أنا بعرفه آمن لما شاف مسيحيين بيصلوا من أجل شخص مخطوف في العراق، وحينما صلوا أن الرب يطلق وأطلقوا آمن بالمسيح، لأنه عرف أن المسيحيين لهم استجابة وقوة في صلاتهم. طبيعتك أنت سيتعامل معك الرب، إذا كنت تقصد شخصك سيتعامل معك الرب الإله بالطريقة التي تتناسب معك. فإن كان
لا تؤمن إلا من خلال رؤى وأحلام وأنت صادق في بحثك وطلبك، سيتعامل معك الرب الإله بالطريقة التي تتناسب معك يا أخونا أبو عبد الله. أنا بسمع كل مداخلاتك، أنت قلت أنك مشوش، أنت حقيقة في كل مداخلاتك مرة تبكي ومرة تسأل ومرة عاوز تبقى مسيحي، فأنا عندي لك حل بسيط، لماذا لا تركع وتتكلم مع خالقك؟ أعتقد ده أقرب شيء يا أخ عبد الله، أقرب من وحيد وأقرب من أي شخص آخر. اعملها دلوقتي، اركع الآن وصلي وقل له يا رب أنا محتاج أعرفك، إذا كنت أنت في الإسلام وده صح ثبتني في هذه العقيدة، وإذا كنت أنت في عقيدة أخرى ارشدني، أنا أريدك أنت فقط، أنت هدفي، لا هدف الإسلام ولا هدف المسيحية، هدفي أنت هو الهدف الأسمى والأعظم يا أخ أبو عبد الله. ربي يبارك حياتك ويحافظ عليك. شكرا يا أخت فاطمة. شكرا. نأخذ آخر مكالمة، نادية من أستراليا. ألو. أهلا يا فندم. أهلا بك. صباح الخير. صباح النور، تفضلي. الحقيقة أنا ببارك برضو للبرنامج، وأنا بعتز جدا بالأستاذ وحيد وبالمعلومات وبالروح والمواهب اللي الرب عطاها له، زي الأب زكريا وزي كل اللي في قناة الحياة، ربنا يرفع منكم ويتمجد ويستخدمكم أكتر وأكتر. أمين أمين. شكرا. ليه مداخلة بسيطة في ليه شجرة الحياة، ليه شجرة معرفة الخير والشر الرب نهى فيها؟ الله بينهى عن شجرة الخير والشر كي لا الإنسان لو عرف الشر وعمله لازم يحاسب عليه، وما دام يفرق بين الخير والشر لازم الرب يعاقبه، ولذلك قال له إنك أنت ممكن تموت، لأن الطفل لما بيكون صغير وحتى مسك سكينة رايح يضرب حد ما بيعرف، بيتاخد من إيده، بيتعامل معاملة إن هو مش عارف. لو الطفل قال كلمة مش كويسة للأب بتقبل منه إنه مش عارف، لكن لو الطفل قال كلمة وهو بقى راجل بيحاسب عليها وينضرب. الله لا كان يريد وبيحاول، لو ما كانش شجر كان من شجرة الخير والشر ما كانش يعرف إن ده شر وليحاسب وليستمر لأدى يعني أبديته، إنما الشيطان أغراه، فلما هو ابتدى تفتحت عينيه وعارف إن ده شر وده خير الله عادل لازم يحاسبه ولازم يكون، ولذلك أعد له الفداء. مع رأي الأخ وحيد فعلا الله أعد له الفداء لأنه جات له الخطية من الخارج. ده مجرد شكرا ليكي يا أختي نادية. شكرا ليكي، وأنا بعتذر عن أن احنا بناخد أي مكالمة تاني أو حتى بقية الإيميلات لأنه ما عندنا وقت يا أخ وحيد، الوقت داهمنا. عاوزة منك بس تدينا ملخص سريع عن الحلقة. طيب أنا هبدأ الملخص بمداخلة الأخت نادية، بشكرها جزيل الشكر، وهي أثارت نقطة أنا بعتبرها هامة، وهي أنه الشر، آدم عرف الشر، طب هل في البداية ما كان يعرف الشر؟ وكان المعرفة معرفة، يعني هناك فرق بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية. ممكن يكون في أستاذ في الجامعة ويدينا محاضرة عن المخدرات وأضرارها النفسية والجسدية وربما العقلية أيضا، ولكنه لم يختبر المخدرات وبيدينا معلومات، ومعلومات دقيقة وتفصيلية وصحيحة. ده آدم يعرف أنه لو كل هو ده الشر في حد ذاته، أنه يعصي الله هو ده الشر، لم يكن يختبر ولم يكن عاش بعد ذلك. بينما بالنسبة إلى آدم قبل الخطية يعرف الخير المطلق، محبة اتصاله بالله، محبة لعالمه لزوجته، وبالتالي آدم نعم عمليا هو كان يعرف الخير فقط. بعد الخطية، بعد كسر الوصية، أصبح الآن كسر هذه الوصية، اختبر الشر بل عصى الرب. فإذا أنا الفكرة بسيطة، هي شجرة الخلد في القرآن هي اختصار للشجرتين. حنكمل الموضوع ده بنعمة الرب يسوع. أحبائي المشاهدين تابعونا في المرة القادمة لأنه ما انتهاش ولسه في بقية كبيرة. شكرا لك أخو فاطمة. شكرا لك يا أخ وحيد. عندنا يعني حلقات، مش حلقة واحدة، لأنه حلقة ولا اثنين مش هتوفي الموضوع. كلمة أخيرة أحبائي المشاهدين، أحد القديسين قال الصلاة هي التي تحرك يد الله التي تحرك العالم. ياريت تصلوا من أجلنا، من أجل الخدمة، من أجل الكنيسة في كل مكان في العالم، من أجل المتنصرين في كل مكان في العالم. شكرا لكم، المسيح معاكم، وإلى اللقاء.